بقالنا 3 سنين بنعمل حاجات جد، فقررنا دلوقتي نتحدى بعض. انا احاول اخلي وسام يعمل الحاجه اللي هو ما بيحبش يعملها وهو يعمل نفس الفكره. مستنيينكم تتفرجوا علينا وتقيمونا على السوشيال ميديا. اهلا بيكم في فقره جديده، في حلقه جديده في التحدي. بصوا النهارده كان انا كنت عملت التحدي اللي هو هشام قال لي اطبخ من غير، اعمل لي طبق من غير سكينه. صح حصل. انا النهارده بقى هرد له الايه الجميله النهارده. هشام بص هات دول كده. طب باخد دي. لا 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 دي سكينه من سكينه برضو عشان انت عايزها مش هديها لك. لا لا هخليك تعمل بيها حاجه. لا مش هعمل بيها حاجه. ايه نوزاتس يعني؟ عشان جرنش؟ دول كده عندنا. طب انا مش عارف هو هيعمل فيه ايه بس انا طيب. غير سكينة. كل حاجة من غير سكينة. كل حاجة من غير سكينة. عندك كل حاجة قدامك وانا ايه هساعدك. بس مش هساعدك. انا ساعدتك فالمفروض ساعدني. هساعدك طبعا يعني ايه خلينا فير. طيب ممكن نولع على مية نشوف ايه اللي في التلاجة. نولع على مية. ماشي. في لحمة وفي فراخ. ماشي. البتاع دي كنت هتكعبل فيها. فراخ. عايز المية متملحة ولا حاجة؟ لا عايزك خد من البطاطس واعملها طلع كور واعمل 3-4 و طيب انا المفروض دلوقتي هشتغل من غير سكينة. احاول اعمل فراخ. يفضل ان احنا نجيب بقى كاتنج بورد تاني غير زي بعد ما نخلص. طيب هحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع صدر الفرخه من غير سكينه. فالحل الوحيد ان انا هكسر عظم الفرخه كده وبعدين هي محتاجه شويه ايدين. اهي طلعت. طبعا الفرخه عشان نخليها لازم تبقى ايه تبقى ما تبصش تبقى فكه خالص. انا برضو بحاول على قد ما اقدر ان انا وانا بعمل كده مش عايز ابهدل بقيه الفرخه عشان نستعملها في حاجه تانية. فهنحاول كده واحده واحده. طبعا الموضوع صعب جدا. هو شكله مش صعب قوي بالنسبه لك يعني انت بتتعامل يعني اهي خلاص طلعت معاك. اهي طلعت. انت يعني بص. لا ليه نص الفرخة سليم. بس كده خلصنا من جزء والعظم مش محتاجينه. عادة واحنا بنطبخ بنستعمل العظم ما بنرميهوش علشان بنعمله شوربة. بالظبط. انا كده بالراحة هحاول على قد ما اقدر. لو قدرنا اوصل صباعي في الحتة دي كده هقدر افصل الصدرين عن بعض بالراحة. في دول كده كتير قوي. طبعا احنا المفروض هيتحكم علينا بالبرزنتيشن كمان. اما انت بتلعب نوزات انا عارف اللعبه دي. اعمل لك حاجه تانية. عايز نغليهم. ماشي. تديله كده باربر. اغليهم وبعدين احطهم بشويه روزماري و ماشي. فيها حته من العظم. بصوا حضراتكم الفرخه وهي فكه لما بنمسكها المسكه المظبوطه ونشد العظم بتطلع من غير ما نهدر لحمه خالص. ادي الصدر الاولاني اهو. طبعا مش زي لو بسكينه بس ايه على قد ما قدرت. انا كان عارف كان نفسي اعمل ايه. كان نفسي اعمل برجر. مش محتاج اعمل اي حاجه خالص. احط كل حاجه في الخلاط وخلاص. بس قلت ايه علشان انت ماشي. بس ما عندناش عيش. كنت هتعمل بقى عيش. كنت هعمل عيش. ايه اجي عيش بقى. دقيق وميه وخلاص. وادي الصدر التاني. كل ده ما بيترميش بيتعمل. بس انت قلت معلومه حلوه جدا ان ال هيغير هيستخدم بلانشه مختلفه عن دي لان عشان ما يحصلش حاجه اسمها كروس كونتامينيشن او التلوث العكسي ان لو في اي ميكروبات موجوده على الفراخ ما تلوثش. لو هو هيقطع عليه خيار خضار والحاجات دي تمام. عشان كده بيقول هنبدل البلانشه. مهم قوي النظافه في البيت. مهم قوي بالذات ان احنا كل شويه مركزين مع النظافه من فضلك في الفراخ. زي ما وسام بيقول ما اقدرش بقى احط ايدي في الملح دلوقتي وايه وبعدين احط
عشان ايديا فيها فراخ. انت عايز طاسه؟ اه هحتاج طاسه لان انا ستيك ما تلزقش. ماشي ادي كده واحده تحتيك. اولع لك عليه لو سمحت. طبعا لازم الفراخ تستوي، ما ينفعش الفراخ تبقى نيه لان ده صحيا مش مظبوط تماما، فلازم نتاكد انها استوت. انا كده بالنسبه لي المشكله هقول لك حاجه يعني انا مش عايزك تكسب بس انت جوعتني. يعني انت قلت بطاطس روزماري فراخ، اه انا كده جوعت. كده ممكن نغسل ايديا بقى علشان ايه نبتدي اشتغل في بقيه الحاجات. طب في صوص طبعا على الكلام ده صح؟ في طبعا صوص. مش هقول لك على اي حاجه خالص، سيبني اشتغل. مش هقول لك على اي حاجه، انت ليك عندي انك انت تاكل الاكل يطلع مظبوط. هنحط زيت زيتون. زيت زيتون انا زودت شويه من زيت الزيتون علشان انت بترمي لقدام. بالظبط كده. المشكله ان احنا فاهمين. المشكله ان احنا فاهمين بعض، هي دي المشكله. توم طبعا مفيش سكينه فهيبقى فيه كده كده. ميرسي. ممكن شويه زيتون هنا. ماشي 3 4 3 4. في تشيري توميتو 3 4. المفروض ان احنا بنحاول نعمل الطبق يبقى فيه كل حاجه. يعني انا ما اعرفش اعمل دي. انت عارف ليه؟ لا تعرف. لا لا اقول لك ليه. شايف الفرق بين دراك ودراي؟ ملهاش علاقه خالص. عشان بس في ناس كتير قوي بتقول انتوا بتطبخوا في ايديكم جامده. لا بالعكس، انا عشان اعمل فص توم كده انا مش محتاج اكون قوي خالص، انا محتاج اقف الوقفه المظبوطه. يعني ايه؟ لو فردت ايدي وحطيت كلوه الايد هنا كده وبوزني كله رحت دايس، انا مش محتاج اكون قوي خالص عشان افرمها كده. لو ما فرمتش قوي هدوس عليها تاني لحد ما تتفرم. المهم ان احنا نقف الوقفه الصح عشان نظبطها كده. محتاجين شويه من الزعتر الناشف. تلمون بيبر. اوكي حلو سخنت. عندنا عايز طنج عشان مش عايز امسك الفراخ بايديا بقى تاني. ونجهز طبق لان احنا كده تقريبا تمام. لسه كده الماء لسه ما غليتش. انا محتاج منك انك تسلقهم. ما انا هسلقهم وبعد كده ايه اخدهم من لفه كده في الفرن. هكملهم انا بقى، هعمل كل حاجه بس واحده. أو اول انت ممكن تعملهم. طب الروزماري دي عايز فيها حاجه؟ لا زي ما هي. لا زي ما هي. ماشي حط دول كده. طماطم شيري. ياخدوا بس شويه. انا غسلت ايديا خلاص. لا ده مش بصل. عايز احط ايه تاني؟ كان نفسي اقطع بصل. مش هينفع نقطع بصل. لا ما تقطع بصل. لا مش هقطع بصل. ده طماطم كيري. انت هتعمل ريد صوص يعني؟ يعني ما انا محتاج ان انا اعمل طبق كامل فاحط شويه ريد صوص وشويه ميه صغيرين من غير. طب يعني انت رايح سكه ايه ايطالي شويه؟ يعني بال انا رحت السكه الاسهل. ليه؟ ما صح ما ينفعش ستير فراي. كنت اقول لك ايجن ستير فراي بس ما لازم دي لازم سكينه يعني ما مش هنعرف نهرب حل من غير ال ماشي مرضي انفع كويس. انا عايز اقول لا بس مش قادر يعني. لا طبعا. واو الريحه اللي طالعه فظيعه. مهم بس ان احنا نركز قوي ان الفراخ تستوي. يعني ما ينفعش فراخ تطلع نيه. فراخ نيه يعني سالمونيلا يعني لا قدر الله مش مظبوط. احنا عندنا النار دي تعلى شويه بقى. هو كده ولا كده وسام اللي هياكل وانا عايز يخسر فممكن اجيب لك تسمم. مشكله هتموتني. طبعا الزيتون لو حطيت الزيتون دلوقتي وابتدى ينزل الزيتون في الزيت هيحدق الاكل قوي، فخلينا للاخر خالص لحد لما الفراخ تستوي. انا نسيت اعمل حاجه. كان المفروض ابط الفراخ شويه عشان تستوي اسرع بس انا خفت ابطها بايديا تتفرط منك تنفجر. ايه ده ممكن حتى عشان كده لما تلاقوا ان الجزار او الفرن بيعمل الفراخ عشان يبقى مثلا معمول بانيه فراخ بانيه مبطط دايما بيحطوها حاجتين بيبقى معاهم. اول حاجه بيحطوها بين ورقتين بلاستيك
يعني او كيسين كيس بلاستيك, بلاستيك اه كيس بلاستيك. بعد كده المبط بتاعه بيبقى تقيل بس ايه مفلطح. لو ما عندوش مبط بيستخدم سكينه, بس السكينه الايه الوش بتاعها السطور او الوش بتاعها ايه عريض عشان يقدر ان هو ايه يبط كده مظبوط يعني عشان ما ما تتفرقعش مني. اذا قطعت المشروم ده ازاي بدايه ممكن تديني الروز ماري اللي عندك بفضلك؟ لا طبعا واحنا بنعمل اي حاجه على الطاسه نو كولر نو فليفر, يعني مفيش لون مفيش طعم, لازم الحاجه تاخد اللون بتاعها كويس قوي. انا بحرق الطاسه ريحه شميت ريحه البلاستيك. يعني انا دايما بقول اللون الرمادي الخيبان ده ملوش طعم, احنا عايزين لون ايه روست بني زي اللي حاصل هنا ده, ده كده له طعم. انت عايز اكسب شكلك يعني بشجع اللعب الحلو يعني تمام. لا لازم اتاكد ان هي استوت. ايه انا كده بغششك يعني انا زودت شويه من الزبده كمان عليها. تفتكر ياخدوا وقت قد ايه دول على ما دول لسه قدامهم؟ دول متهالي هيستووا في نفس الوقت مع دول, يعني دول هيكونوا مستويين ودول هيكونوا لسه هيطلعوا. هاكد انا عشان اقدر استخدم السكينه. لا لسه 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 يعني ها قربوا دقيقتين كده كده. فلفل اسود. طب مفيش اي حاجه اعملها يعني؟ لا ممكن تغلس عليا اكتر من كده. العضمايه دي بقى ايه؟ العضمايه اللي هي العضمايه الويش بون اهي. عايزين نعمل طبعا احنا مفتقدين نطبخ بنار. اه موضوع الشعله ده انت ايه هتعمل فلامبيه دلوقتي ولا لا؟ لا لا مش هعمل حاجه. لا عايز شكلك كده عايز تولع في الطاسه. هولع في اللهم. هو في السقف اخباره ايه؟ تمام. اديني شوكه من فضلك. شوكه طبعا احنا بنبقى متعودين شويه على المطبخ عشان كده بنقدر نمسك الحاجه وهي سخنه, بس ما بناخدش وقت واحنا ماسكين الحاجه عشان كده تحسها يا دوب بسرعه ونشيل ايدينا او بنحط ايدينا في الحته اللي ما عليهاش نار علشان كده بيبقى فرصتنا ان احنا ناخد اللسع تبقى اقل. عايز سكينه. عايز سكينه صح؟ نفسك سكينه. نفسي سكينه. عايز نسيت بيا؟ حسيت بيك. ها جاهز. اجي لك؟ ممكن احطهم معايا هنا؟ ماشي. طبعا انت عارف انا كل همي دلوقتي وخوفي ان هي تطلع عينيا. لا لا لا. شو هنا؟ لا لا. لا لا هي تبقى عينيا. لا هيبقى بيرفكتلي كوكت وجوسي وحاجه حلوه خالص. علشان نبقى برضو ممكن تحطهم بس اوعى تستعجل. هذا صفي منه الميه على قد ما اقدر. عشان ايه ما يفضلش في الزيت. اللي انا بعمله ده بخرم الفراخ علشان لو في اي حاجه لسه مش مطمنين ان هي وصلت للسوى نطمن ان هي تمام. دي الحركات دي حركات شيفات. حركات شيفات. الموضوع ان احنا بنخرم كده. طيب بقول لك ايه؟ هنطلع فاصل. لما نرجع من الفاصل هشام بقى هيكمل بقيه الطبق لان اكيد مش هو ده الطبق بس. صح؟ لا هو ده الطبق بس. نشوفكم كمان شويه. رجعنا بعد الفاصل. افكر حضراتكم برضو بسرعه عملت ايه. قطعت الفراخ خليتها بايديا عشان مش المفروض استعمل سكينه على حسب ما وسام قال لي على التحدي, وبعدين خليتها وسويتها وطلعت كده خلاص. هعمل بعد كده صوص او ريد صوص. انا طبعا ممكن استعمل شوكه ما عنديش مشكله. مع ان المفروض الصح يعني ان الصلصه تتعمل بالسكينه لازم تتسرق الصلصة. والمشروم عايزين مية. لا كان عايز مية صفة والله لسه اتدلقها والله ولا حاجة خالص من الحنفية على طول. كده بس ايه كل حاجه شكلها كتير قوي.
عاوز ايه؟ عايز ادوق. هناخد الزيتون. المعلقه دي شكلها حبيبتك جدا. ها ايه ده؟ المعلقه دي حبيبتك. كده خلاص المفروض بقى ايه ان احنا نتحكم علينا بالشكل. نعم. لا لطيف. طبعا لما بنسيب الفراخ ترست بنسيب الفراخ ترست يعني تريح شويه علشان الجوسز اللي جواها ترجع تاني مكانها بعد ما بدل ما كان الفايبرز واخده كتير من ال مش عارف اعمل ايه. انا مش عارف اكلها وهي حته كبيره. ما انا مش هسيبها حته كبيره. مش عارف ايه ده، انت بتقطعها بايدك. معلش. انا كمان بقطعها بس كده عشان اطمن انها مستويه كمان برضه بحاول. بتفتح كده يبقى كونسرتينا كده. ماشي. هي سخنه جدا عايز اقول لك. استعمل معلقة. يعني ماشي. جت على المعلقة. طب اعمل ايه؟ طب ما انا ما استعملتش حاجة. البطاطس انت اللي سلقتها، لو طلعت هو انا هاخد بقى اتحجج. طب ما انا اطمن ان هي والله مستوية. شك فيا. هي الفكرة طبعا ان 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 حتى يعني في اي التحديات اللي بتحصل انا وهشام بنعرف نحط برنامج في دماغنا على طول ونعرف ده هنبدل ايه بايه. يعني سكينه هو بدلها يعني انا عملت نفس برضو نفس الحركه اللي جنب المعلقه. يعني ساعات انا اصلا باكل لحمه بالمعلقه ان حد يقول لي طب ما نطلع سكينه عشان انا مش عايز سكينه انا عايز استعمل معلقه. بس هي دايما بترجع لترتيب الافكار. يعني البلانشا ايه اللي هيتغسل الاول وايه اللي هيتعمل الاول يحضر ميسان بلس. هنلاقي برضو نفس الخطوات دي بتحصل. اي واحد لما يجي يطبخ او اي حد لما تيجي تطبخي في البيت حضر لي الخطوات المكونات كلها قدامك وبعد كده النار اخر حاجه. تمام مش كده ولا ايه يا شيف؟ هي دي اهم حاجه اصلا انك انت توضب. انت كده بترشيني. ايوه عشان انت كده بترشيني. هو شايف دي مش هيقدر يتكلم ولا كلمه. هنا المناديل. انا خايف جدا. صعب جدا ان شيف يحكم على شيف. فلما بنبقى بنطبخ لبعض بنبقى مرعوبين واللي يقول غير كده يبقى بيقول اي كلام. انا دلوقتي مرعوب ان وسام هيدوق. لا اصل انت حطيت كل الايه يعني انت عامل عشان نعمل لك ايه فظيع. الروزماري والفريش فريش فريش بقدونس والزيتون. انا اصلا بموت في الزيتون والطماطم تشيري مع بعض في الطاسه دي من احلى الحاجات اللي بحبها في العالم. يعني اعمل فيه ايه اكتر من كده؟ ومشروب الجنزبيل وزبده. وزبده يعني سكوب الزبده اللي في الاخر ده كان لا مش عارف بقى انا عملت ايه يا وسام. خلص انا عايز اكل. امسك. لطيف قوي ده. معرفش بقى البرزنتيشن مظبوطه ولا حاسس ان في لا انا عاجبني البرزنتيشن. انا عاجبني البرزنتيشن هو وكمان عاجبني ان انت حاطط النعناع صراحه. يعني انا بصيت على النعناع. سكينه ايه اتفضل. طبعا انا دلوقتي بطني بتكركب لان انا مش عارف هو ايه اللي هيحصل. هاخد بقى من كل فيلم ايه اغنيه. عندي تعليق واحد بس شاف هشام. قول. الطبق مستوي ويل دان ولا مستوي ايه؟ الفراخ لازم تبقى ويل دان. لا الطبق نفسه. الطبق؟ اه ويل دان. انت سويته ازاي؟ من غير سكينه. يا دوب سنه كده وسنه كده. فين ان انا الزبده ساحت؟ اه الزبده ساحت عملت بقى ايموشن.
ايه اهم حاجه مستويه بجد اكيد مستويه دي اهم حاجه ملح بيرفكت واللذيذ بقى ان احنا عشان صحاب وعارفين بعض كويس فانا عارف انه ملح قليل فما زودتش ملح زودت له ملح بالزيتون متحكم شطالة خالص طماطم شيري بس الكاراميلايزيشن على الطماطم والشيري عشان كده حطيتها في الاول تمام مجرم انت برضو الزبده خلاص الزبده دخلت وظبطت كل حاجه طب سين سؤال سين جواب هسالك سؤال يعني الطبق ده هل انت عملته قبل كده لا كله على بعضه كده لا لكن كل حاجه لوحدها يعني فراخ عملتها لوحدها والصوص عملته لوحده والبطاطس عملتها لوحدها لكن ان انا احطه كده مع بعضه هو جه دلوقتي هو الفكره ان احنا لما بنرتب مخنا يعني مثلا ببص على الانجريدينتس ببص على المكونات وابتدي افكر فراخ في روزماري يمشوا مع بعض وبطاطس وروزماري بيمشوا مع بعض احلى طب زيتون مع تشيري توميتو يبقى مظبوط شويه صلصه طماطم وميه بقى كده الموضوع مظبوط واضح ان انا طب قول لي عملت ايه طيب والله مش باين صح انت خايف تاكل البطاطس هل عايز اعرف البطاطس دي استوت ولا لا كلت استوت انا خلاص عملت اللي عليا ماشي خليك امين انا كنت امين وقلت لما انت عملت الحاجات بتاعتك عامل بس بص اقول لك حاجه يعني خلينا واضحين يعني اللي عمل حركه في الطبق يعني طبعا انت خليت الزبده الزبده لا والنوزات اللي انت عملتها اللي انا عملتها يعني دي اسعفتك برضو بس مش سكينه انت بس هي مش سكينه انت استعملت خلاط الخلاط فيه 3 سكاكين ماشي انا استعملت سكينه ماشي بخليه بس استعملت السكينه هو استعمل 3 سكاكين في الخلاط فقول لا قول قول تمام ما انتوا اللي هتحكموا انتوا هتخشوا على السوشيال ميديا تدوا درجه من 10 انا بالنسبه لي انا الطعم بيرفكت تمام نشوفكم بقى في الحلقه الجايه ولا ايه ان شاء الله مش مسيفا التحدي الجاي بقى التحدي الجاي او الحد الجاي